لوخا انني المراه الوحيده اللي كنشارك مع الرجال، واحد المجموعه كبيره من الرجال، ما كاينينش نساء اخرين، ما عمرني ما حسيت براسي بانني فقدت هاد الانوثه ديالي. اهلا واضح، كوكو تو الموند، معكم هند اباتورا. انا الحب ديالي ديال سباق السيارات كان ملي كنت انا صغيره، بحكم ان الوالد ديالي كانت عنده مدرسه ديال تعليم السياقه، فكنت دائما كنكون معاه وتنحضر من لي مونيتور، كنركب دوك لي فواتور ديال سيارة التعليم، وهذا كيكون فيهم دوبل كوموند. الوالد ديالي كذلك كانت كتعجبو المحركات، كيعجبوه المغامرات، دونك كبرت في داك الجو. ما عنديش خوتي دراري، حنا كنا بنات، دونك انا هي بنته الكبيره، فحاول بطريقه او باخرى انه زعما يل ترانسمي داك لامور ديال هاد لو سبور اوتوموبيل. كان ديما تعجبني الفكره، وكنت كنسول كيفاش نقدر ندير باش انا نكون متسابقه ونكون انايا بيلوت دو كورس اوتوموبيل. ما تحت ديال الفرصه حتى مشيت استقريت في مدينه الدار البيضاء، منين سكنت تما مشيت لواحد لو كلوب، ومن وداك في داك الوقيته ثانيه خديت اون فاتور دو كورس وبديت اول سباق ليا. هي في الاول شي الله بديت في 2009 في 2010، بصراحه ما كانوش القاب، كنت يلاه تنتعلم وتنتمرن لان ما كانش عندي واحد الدرايه كبيره بمجال ديال سباق السيارات. اول لقب خديته كان في 2015، بحيث انني احتجيت المرتبه الثالثه في البطوله الوطنيه المنظمه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه لسباق السيارات. 2016 احتجيت المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه، 2017 المرتبه الاولى، 2018 المرتبه الاولى، وكذلك تمكنت من الفوز بكاس العرش انا والنادي ديالنا. 2019 كذلك المرتبه الاولى، 2020 مع كان الوباء ما لعبناش، 2021 كذلك تمكنت من احتلال المرتبة الأولى، يعني دابا أنا 5 سنوات الحمد لله وأنا بطلة ديال المغرب. ما كاينش حاجة سميتها مستحيل، ملي كتكون كتبغي شي حاجة وكتعجبك وبغيتي ديرها كتحققها. الا هضرت مثلا انا على تجربتي الشخصيه، دخلت لواحد الميدان اللي هو ذكوري 100%، ما كنتش عارفه فيه، ما كانش عندي واحد يعني ما كانش عندي واحد ليدي كبيره، واحد اكسبيريونس كبيره انني ندخل في واحد حلبه ديال السباق، سباق سرعه في حلبه مغلقه مع مجموعه كبيره من الرجال، وتكون انت المراه الوحيده مع الرجال، وتحقي يعني القاب وتحتلي المرتبه الاولى لمده سنوات متتاليه. كان هذا كيبان لي شي حاجه مستحيله، ولكن من خلال التجربه ديالي الشخصيه اقتنعت بان بالحب بلا ديسيبلين برضات الوالدين اوسي بهذا الشيء كامل، ما كايناش حاجه سميتها مستحيله، نقدروا نحققوا اي حاجه بغينا نحققوها.